إطارات وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء بورقلة. السيدات والسادة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء. في الصحراء بما احنا رايحين نحو تطور فلاحي وخاصة الفلاحة الصحراوية، فالاقتصاد في الماء في الصحراء في الفلاحة هو ضرورة حتمية، ضروري باش يكون فلاحة في الصحراء بطرق بنجاعة اقتصادية للماء. طبيعة المكامن المائية الموجودة في الصحراء اللي هي عندها كإمكانيات كبيرة بحيث تغطي كل احتياجات المواطنين، ماشي إلا في الوقت الحالي، ولكن تغطي احتياجات نشاطات المنزلية الفلاحية الصناعية عبر عدة سنين.